بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعة مستمرة لآخر مستجدات الدوري الأمير محمد بن سلمان اللي الدرجة الأولى من خلال برنامجكم الدوري الأولى نسعد بصحبتكم في الساعة العشرين دقيقة القادمة نعتذر تأخرنا في الظهور للبرنامج لأسباب فنية طارئة نأمل بإذن الله أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا إلى أبرز عناوين هذه الحلقة الأولان لم يظهر ريمونتادا قد ساوية ضيف ثان للبرنامج مدربا في الأولى والعين تزهو به الباحة نسعد بكريم تواصلكم أيها الأحبة من خلال هاشتاق البرنامج دوري الأولى كما هو ظاهرا على يسار الشاشة كل مشاركاتكم محل التقدير والاهتمام وبإذن الله تطرح على ضيفي البرنامج عبر الرابطه الفضائي من استديوهاتنا في تلفزيون جده ولتواجده في محافظه جده لظروف عمليه نهايه هذا الاسبوع الاستاذ سليمان سليمان الغامدي نائب رئيس مجلس الاداره لنادي العين من مركز الاطاوله في منطقه الباحه ابو عبد الله مساك الله بالخير اهلا وسهلا بك وليس الباحه تزو... ليس العين تزهو به الباحه بل سمع. نحن نزهى بكم جميعا وبتواصلكم معنا. يسعد مساك ابو هزاع انت وضيفك الكريم صراحه يشرفني التواجد في برنامجكم الكريم شرف لنا كبير ان تكون موجودين في هذا البرنامج المتابع والمغطي لعندية الدرجه الاولى وان شاء الله ان نكون ضيوف نعطي نعطي المفيد في هذا البرنامج الجميل لانديه الدرجه الاولى. يشرفنا ذلك ويسعدنا شكرا لكريم ثنائك هذا من كريمي لطفك الضيف الاخر في هذه الحلقه هنا في استديوهاتنا في مدينه الرياض الزميل الاعلامي القريب هو قريب من شان الممتاز وايضا قريب من شان انديه الاولى الزميل هاني البشر ابو يزن مساك الله بالخير شكرا لانضمامك لنا في البرنامج كاول تواصل لنا معك فيه وحياك الله الله يبقيك ابو هزاع بالعكس هذا شرف كبير لي اني اظهر مع قامه اعلاميه خبير في دوري الدرجه الاولى تقريبا 20 سنه وحنا نشاهد هذا البرنامج بمعيتك حقيقه نفخر باستمرار هذا البرنامج وعودته مره ثانيه للساحه شغفنا لدوري الدرجه الاولى كبير في عشاق كبيرين لدوري الدرجه الاولى في جميع انحاء المملكه وحقيقه ابو هزاع انت قامه كبيره ونفخر بتواجدك في هذا الله قدرك ويزن هذا من تربيتك الصالحه وحسني ذاتك وجهود جهود الجميع ما نحن الا اصبعا في هذا الكف الندي للتلفزيون السعودي ومتابعته لمختلف المسابقات الرياضيه نستهل بتذكير حضراتكم بنتائج مباراه الاسبوع الثالث والعشرين من دورنا الجميل دور الامير محمد بن سلمان لانديه الدرجه الاولى الثقبه هو الشعله فوز للشعله في الخبر بهدفين مقابل هدف واحد ام جزل عاد للفوز بعد أن توقف منذ الأسبوع الثامن عشر فاز الأسبوع الثالث والعشرين على الطائي بهدف الجبلين بثلاثية نظيفة يكتسح بها حطين في حائل العين والباطن والأولان لم يظهر الحقيقة في المباراة وانتهى لقاءهما بالتعادل السلبي الخليج والنجوم أيضا لقاء سلبي آخر الكوكب والقادسية عوده للقادسيه في الوقت البديل وفوز بخمسه اهداف مقابل ثلاثه، البكيريه فاز على التقدم بهدفين دون رد. هدفين فاز بهما احد على نجران ولكن في مقابل هدف واحد لنجران. النهضه هو الجيل هدفين دون مقابل وكذا الحال فاز به جده على الانصار. فيما يخص ترتيب أندية المسابقة بعد نهاية مباراة الأسبوع الثالث والعشرين العين يمسك بالصدارة جيدا ويصل إلى النقطة الخامسة والأربعين في سيره نحو أعمال التأهل بالنسبة لمحبيه إن جاءت النتائج على ما يريدون القادسية ثانيا بأربعين وأربعين نقطة الباطن الثالث بثلاث وأربعين نقطة وأحد الرابع بإحدى وأربعين نقطة البكرية الخامس ب37 نقطة هو النهضة السادس ب37 نقطة الجبلين السابع ب35 نقطة هو جدها الثامن ب34 نقطة الشعلة التاسع ب32 نقطة هو كذا الرصيد للثقبة العاشر الطائي الحادي عشر ب31 نقطة هو نجران الثالث عشر ب29 نقطة هو الجيل ال 13 ب 28 نقطة، الخليج الرابع عشر 27 نقطة، والكوكب الخامس عشر ب 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن الخليج حطين، السادس عشر ب 23 نقطة. الأندية الأربعة الأخيرة التي عليها الخطر حتى الآن. التقدم السابع عشر ب 21 نقطة، والأنصار الثامن عشر ب 20 نقطة، والمجزل التاسع عشر ب 19 نقطة، والنجوم العشرون بستة عشر نقطة عندما نقارن أيها الأعزاء ترتيب أندية الأولى بما مضى في الأسبوع الثاني والعشرين نجد أن العين كما أسلفنا بقي متصدرا القادسية تقدم مرتبة واحدة والباطن تراجع مرتبة واحدة وحدوى البكيرية والنهضة ثباتا على ترتيبها السابق الرابع والخامس والسادس الجبلين تقدم مرتبة واحدة وجده تقدم مرتبتين والشعله تقدم مرتبتين واما الثقبه فقد تراجع ثلاث مراتب الطائي تراجع مرتبتين. نجران والجيل بقي على نفس الترتيب الخليج تقدم مرتبتين والكوكب تراجع مرتبة واحدة. انديه التقدم والانصار ومجزل والنجوم بقيت على نفس الترتيب. آآ آآ السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين إذا ثمانة خمسة أندية حسنت من ترتيبها وأربعة أندية تراجعت في الترتيب وأحد عشر ناديا بقيت على حالها بطاقتان حمروان ظهرتا في الأسبوع الثالث والعشرين على خالد صلاح لاعب نادي التقدم في لقاء بكيرية هو التقدم وعبد الإله الفضل لاعب نادي نجران وطرد في لقاء حدو نجران بذلك يصبح عدد البطاقات الحمراء حتى الآن 49 بطاقة والحقيقة رقم كبير ولكن إن شاء الله لعل اللاعبون لمزيد من الحفاظ طبعا على النفس والأعصاب وألا نشاهد طردا في المباريات القادمة حصاد الجولة الجولة الثالثة هو العشرين نذهب إليها مع حضارتك ثم نعود لاستئناف الحوار لم يقدم المتصدر العين وثاني الترتيب الباطن ما هو منتظر من لقائهما الذي جرى كابرز مباريات الاسبوع الثالث والعشرين ولعب على ملعب مدينه الملك سعود الرياضيه بالباحه وانتهى بالتعادل السلبي اللقاء كان فاترا في اغلب فتراته باستثناء العشر دقائق الاخيره المبارات سبقها هطول امطار غزيره على المنطقه اثرت نوعا ما على ارضيه الملعب وعلى حركة اللاعبين ولكن ذلك ليس مبررا لعدم ظهور الفريقين بما عرف عنهما كأكثر أندية الدوري فوز في المجمع حقق المجزل فوزا هاما على حساب ضيفه الطائي بهدف جاء عن طريق عبد الله خطاب في الدقيقة السبعين فوز المجز خطوة كبيرة من اللاعبين لمحاولة الخروج من الترتيب المتأخر للنادي فيما هي للطائي راسمة للكثير من علامات الاستفهام على نتائج صائدي الكبار في حائل أبهج نادي الجبلين عشاقه بفوز كبير على حساب الضيف نادي حطين بثلاثة أهداف دون مقابل سجل البرازيلي لويس باولو أول الأهداف في الدقيقة الحادية والثلاثين وأضاف ديغو ميراندا الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والثلاثين واختتم عبد الكريم المزيع الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقتين في الخبر فاز الشعلة من الخارج على الثقبة من الخبر بهدفين مقابل هدف أنهى الشعلويين الشوط الأول بتقدمهم بهدفين دون رد جاء عن طريق ممادو نانجا وخالد آل جبيع أمير عمراني لاعب الثقبة سجل هدف ناديه عند الدقيقة التاسعة والستين في سيهات انتهت مباراة الخليج والنجوم بالتعادل السلبي ولم يستطيع أي منهما حسم النتيجة لمصلحته في محافظة البكيرية حافظ نادي البكرية على ترتيبه الخامس رافعا رصيده ل 37 نقطة بعد فوزه على التقدم بهدفين دون مقابل سجلهما هدافه وهداف الدوري عثمان باتو في الدقيقتين الحادية والعشرين والسابعة والسبعين نادي أحد كذلك تمسك بترتيبه الرابع رافعا نقاطه لأحدى وأربعين نقطة إثر تغلبه على ضيفه نجران بهدفين مقابل هدف سجل أحد أولا في الدقيقة الثالثة والثلاثين عن طريق شهاب الناجي ثم سجل فؤاد سلامي في الدقيقة الحادية والخمسين التعادل لنجران إلا أن فهد حمد عاد عند الدقيقة الثالثة والستين مسجلا هدف الفوز الأحدي النهضة هو الآخر حافظ على ترتيبه السادس مضيفا ثلاث نقاط لرصيده بعد أن فاز على ضيفه الجيل بهدفين للا شيء سجل مهند الفارسي في الدقيقة السابعة والستين ونواف شواعر في الدقيقة الثالثة والتسعين نادي جدة مع اول مباريات المدرب الوطني حمود الصيعري استطاع ان يفوز على الانصار بهدفين نظيفين سجلهما ابراهيم سوريا وعلي التركي، اكثر مباريات الجوله اثارا وتشويقا جرت في الخارج وجمعت الكوكب بالقادسيه وانتهت لمصلحه القادسيه بخمسه اهداف مقابل ثلاثه، بكر القادسيه بالتسجيل عند الدقيقه الثانيه بواسطه محترفه ستالي ليرد عليه محترف الكوكب شاكر الرقاعي بهدف التعادل الاول عند الدقيقه الرابعه عشر من ركلة. الجزائية ركلة جزاء أخرى احتسبت للقادسية وسجل منها المحترف البحريني مهدي آل الهدف الثاني ليعود التونسي شاكر رقاعي مجددا ويسجل هدف التعادل للكوكب في الدقيقة السادسة والسبعين فيما أضاف مشاري جديع هدف الكوكب الثالث عند الدقيقة الخامسة والثمانين الدقائق الأحدى والتسعين والثانية والتسعين والثالث والتسعين شهدت ثلاثة أهداف متتالية للقادسية بواسطة ويليامز وفرج الغشيان وعبد الله ليعود القادسية من خلال هذا الفوز إلى ثاني ترتيب المسابقة يعطيك العافية شكرا جزيلا زميل إبراهيم الخريف كان على قراءة النص السابق يعطيك العافية أول ما جاء في النص وفي العناوين الأولان الأول والثاني الأول لم يظهر هل تشاركنا الرأي هاني؟ شوف اول شيء اشيد بابراهيم الخريف صراحه على قراءه التقرير والزملاء في الاعداد محمد الحمود صراحه البرنامج فيه اسماء كبيره تعمل بالنسبه لمباراه الباطن والعين او العين والباطن انا اشوف انها تكتيكيه كانت اكثر من هي يعني فيها امور فنيه وتفاصيل فنيه كبيره خاصه انهم الفريقين كلهم يطمحون كانوا للصدار فخساره اي نقطه كانت تكلفهم الكثير في لذلك شفنا مباراه زي ما ذكر في التقرير انه في باهته نوعا ما ولكن هي انا اشوف انه تحفظ كبير من المدربين بحيث انه لا يريد اي من الفريقين الخساره مع انه انا اشوف انه الباطن كان اقرب صراحه للفوز في هجمات اكثر مع انها المباراه كانت على ارض العين ولكن العين يبدو انه كان متحفظ كثير ما يبي يخسر اي نقطه هل كنتم بالفعل متحفظين سليمان لعدم بلا شك الرغبه في في خساره نقطه هو ما يلي الخساره من من امور اخرى طبعا انخفاض معنويه تراجع في في فقدان الصداره وهكذا. طبعا ابو هزاع انت تعرف ان المباراه مباراه بين الاول والثاني وكان لها حساب من قبل المباراه وكان لها اعداد خاص مباراه زي مباراه الباطن والعين. دخلنا المباراة بأمانة ما هو علشان نطلع بالتعادل أو ما نخسر، كان الطموح موجود إن نكون نحقق الثلاث نقاط من المباراة بصفة المباراة موجودة على أرضنا، لكن الخصم اللي كان قدامنا فريق متمرس، فريق جيد، كان الباطن، أي نعم وافق الأخ خاني كانت المباراة تكتيكية ها. اكثر منها يعني اكثر من العوامل الاخرى ايضا برضه ارضيه الملعب تاثرت بهطول امطار زي ما قلت انت في بدايه التقرير انه كان في هطول امطار على ارضيه الملعب ممكن تكون اثرت في حركه اللاعبين في المجهود البدني للاعب اثناء المباراه لكن امانه يعني انا اشوف انها كانت نتيجه عادله بين الفريقين كان اللعب متوازن اي نعم كان في هجمات ل... نادي الباطن وكان في هجمات نادي العين يمكن شكل الباطن في اخر 10 دقائق خطوره في الهجمه الاخيره اللي كانت لهم في المباراه لكن الحمد لله يعني خرجنا بالمباراه بنقطه لكل فريق وان شاء الله انها تكون يعني دافع للجميع في المباراه الب... ابو عبد الله في الهجمه ال... الهجم الاخيره ايدك وين كانت على قلبك والله انا انا والله اني كنت يعني في الهجمه الاخيره فعلا اثرت يعني كانت تاثيرها قوي جدا على يعني رده فعل لكن الحمد لله انتهت المباراه بالتعادل وحقق كل فريق منا نقطه في المباراه هذه جمهور عناوي كبير حضر لمؤازرتكم وايضا في الجانب الرسمي معالي مدير الجامعه والعديد من الرسميين حضروا لمؤازره نادي المنطقه طبعا المباراه هذه كان في مبادره من مدير جامعه الباحه لحضور المباراة أيضا كان مدير شرطة المنطقة أيضا كان موجود أثناء إقامة المباراة كان في حضور كبير جدا من أهالي المنطقة رغم يعني كان في صعوبة في الوصول للملعب في نفس يوم المباراة وجود ضباب طبعا داخل الباحة وكان في أمطار غزيرة لكن هذه العوامل كلها ما منعت جمهور الباحة من الحضور ومساندة نادي العين متأملين إن شاء الله حتى في المباراة القادمة يكون حضور جمهور العين يعني أكبر وأكبر لتحقيق الطموح اللي يطمح له أهالي الباحة بصعود نادي العين لانديه الدوري الممتاز. حلم حلم بلا شك الصعود النادي 1398 يا سليمان 1978 43 عام من من طبعا من من تاريخ تأسيس حلم انتم صعدتوا 2018 الممتاز الاولى حلم بلا شك ابو عبد الله يكون اول نادي من المنطقه. أمانة يا أبو هزاع طبعا الطموح موجود للجميع وطبعا حلم كبير جدا أن يعني يكون أي نادي من أندية منطقة الباحة موجود ضمن أندية الكبار وهذا شيء يعني يجعل يضع المنطقة إجمالا في مكانها الطبيعي متأملين خيرنا تكون يعني حتى من من التنمية المستدامة لمنطقة الباحة أن يكون في نادي من أنديتها موجودة في ضمن أندية الممتاز المنطقة بلا يعني, يعني معروف أنها منطقة سياحية منطقة جذابة آه وجود نادي من أندية الممتاز يسلط الضوء يعني نادي من أندية المنطقة في ضمن أندية الممتاز يسلط الضوء آه بزيادة على منطقة الباحة هذه من الأشياء اللي إحنا نطمح لها طبعا الكلام في موضوع الصعود الآن أبو هزاعة. تقريبا أنه انت من اكبر الناس خبره ودرايه بدوري الدرجه الاولى، دوري الدرجه الاولى الى الان يعني ما يعني ما تحدد فيه اي شيء انه بيكون في يكون فيه صعود وكذا، احنا ما نتكلم في موضوع الصعود للنادي العين من الان صحيح. لانه لسه يعني الموضوع صحيح. بدري باقي 15 جوله، 15 الجوله يعني فيها اكيد اسرار وفيها متقلبات كثير حتكون في الدوري. احنا نعمل ونجتهد ونتأمل ان شاء الله خير وان تكون القادم زي النادي العين اكيد فيها مم. 45 نقطه و 45 مم. نقطه بتكون صعبه مم. جدا يا ابو هزاع يعني الفرق بلا شك بلا شك في الصداره تطمح انها تحقق نقاط زياده اللي في في المؤخره تبغى تهرب من الهبوط صحيح. يعني كل الدوري يعني انت من الناس الاكثر خبره منا في الموضوع هذا ولكن ان شاء الله احنا نعمل ممتاز. ونجتهد وما بقي يكون على الله في التوفيق ان شاء الله ممتاز الزميله هانيه ريمونت هذا قد ساويها يعود في الوقت بدل الضائع بعد ان كان متخلفا بهدف مقابل ثلاثه يعود للانتصار بخمسه اهداف. انا صراحه المباراه هذه من اغرب مباريات الجوله ويمكن من اغرب مباريات الموسم الى الان يعني فريق الكوكب كان متقدم بثلاث اهداف الى الدقيقه 90. بهدفين الى الدقيقه 90 فجاه يخسر بخمسه بثلاث اهداف كلها جاية متتاليه متتاليه وكلها بالوقت الاضافي صراحة يعني دفاع الكوكب في هذه المباراة آخر الدقائق أنا أشوف أنه فقد التركيز تماما على المباراة يعني كان فيه اخطاء دفاعيه فادحه وكبيره فيه يعني شروط بالذهن سوء تركيز صراحه هل هم كانوا ضمنوا نتيجه المباراه اخر الدقائق يعني ابو هزاع شيء غريب يعني الدقيقه 90 انت فايز وضمن المباراه 2 <applause> اثنين وثلاثة اثنين, <applause> وثلاثة اثنين. <applause> النتيجه صراحه وعلى عرضك <applause> وعلى عرضك بين جمهورك شيء غريب صراحه والله فاللي اللي صار في اخر ثلاث دقائق هذا صراحه المفروض انه يعني يدرس كل الانديه انه انه المباراه مع صفاره الحكم ما صح. ما تفقد التركيز انه يجب ان يكون الدفاع والحارس اخطاء كبيره احنا شفناها حتى ضربه الجزاء اللي صارت يعني في رعونه يعني في انك تسوي هالامور هذه في منطقه ال 16 ممتاز على كل فاصلنا اول ايها الاحبه نذهب اليه مع حضراتكم ومع زميلنا المخرج سعد العرفج اليوم سعد يسعدنا بتواجده نيابة عن الزميل ماجد ديفر ماجد هواء الشمالي وهذه الأيام مكلفا بتواجد في رالي حائض ضمن فريق عمل القنوات السعودية الرياضية مع العزيز سعد والأحبة في عدد البرنامج إلى فاصل أول ثم نعود للتحالف مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل مشارك لنا في هاشتاغ الدوري الأولى والأخوان في الباحة ومحبي نادي الباحة بكريم تواصلهم لدينا سؤالين للأستاذ سليمان الزميل صالح المرشد والزميل كان زميل سعد كانت طبعا الأسئلة معنا نطرحها على الضيف في ما يخص نادي العين و منشأته هنا أبو حور العناوي نادي العين بلا منشأة سليمان هل من هل هو هل من ضمن خطة الإدارة الحالية توفير منشأة للنادي ماذا عن المنشأة وهناك ياسر يقول أنه سؤال لسيد سليمان الغامدي هل إدارة العين خاطبت إدارة ملعب الملك سعود بخصوص تطوير الملعب من توسعة ووضع كراسي وتهيئة مواقف السيارات أبو عبد الله طبعا ابو هزاع المنشاه لنادي العين طبعا النادي الان يوجد عنده منشاه مؤقته يعني لا تفي باحتياج نادي يعني يلعب في دوري الدرجه الاولى طبعا المطالبات قائمه لانشاء منشاه طبعا تم اعتماد منشاه لنادي العين قبل يمكن حوالي ثلاث او اربع سنوات تقريبا وموقع المنشاه موجود وطبعا ما تم التنفيذ للان المتابعه مستمره طبعا لموضوع المنشاه والمخاطبات قائمه وان شاء الله انها ترى النور قريب يعني احنا مجتهدين في الموضوع هذا ولكن الى الان يعني ما بقي وصلنا شيء رسمي بخصوص موضوع المنشاه. بالنسبه لتطوير الملعب طبعا الملعب له اداره مختصه ملعب مدينه الملك سعود الرياضيه لها اداره مختصه ومنفصله عن نادي العين يعني ولها متابعه في هذا الموضوع بلغنا يعني باستفسارات اخويه مع الاخوان في مدينه الملك سعود بانه بدل بدأت اللجان يعني توصلهم من هيئة الرياضة من الرياض اللي عمل التطوير وعمل بعض الإجراءات الخاصة بملعب مدينة الملك سعود متأملين خير إن شاء الله إنه تكون الأمور يعني واضحة لنا في القريب العاجل في هذا الخصوص إنه تكون يعني المنشأة ملائمة لإقامة مباريات جماهيرية عليها إقامة دخول الجماهير كذا يعني ينقصها الاشياء كثيرة في هذه الفتره لكن متاملين خير ان شاء الله في الفتره القادمه انها بتكون الامور واضحه وبيكون العمل جاري لتحسين مرافق مدينه الملك سعود بالباحه ممتاز أه 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 العين خلينا استمر لو جرنا على هاني شوي العام الماضي طبعا خلينا نرجع صالح زميل صالح المرشد وزي سعد للجدول جدول ترتيب الحالي اسبوع 23 من دوري الامير محمد بن سلمان نجد ان العين طبعا 23 مباراة فاز في 12 مباراة تعادل في تسع وخسر لقاءين له 31 هدف وعليه 15 دققوا في الخسارة وفي الاهداف ما عليه طبعا عنده فارق الاهداف زائد 16 هدف ونقاطه 45 العام الماضي بنهاية الموسم 38 جولة يعني يتبقى طبعا بين ال الاحصائيه آه ومقارنه آه العام الماضي 15 مباراه، العام الماضي انهى الموسم العين ب 12 فوز 13 تعادل خسر 13 مباراه كان له 43 هدف وعليه 45 هدف فارق طبعا ال ال والاهداف بسالب اثنين وله 49 نقطة عنها العين الموسم الماضي 49 نقطة ما شاء الله تبارك الله حاليا 45 نقطة خلينا نبدا من من نهاية الموسم الماضي استاذ سليمان الادارة مستمرة برأس الاستاذ مازن بن الزهراني وبك كنائبا للرئيس وبالهيئة الشرفية وبأعضاء مجلس الادارة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام. كانت البدايه جيده للعين العام الماضي، انتعشت الاعمال بامكان انه الفريق والله يصعد لكن في اخر الجولات كانت الخشيه على الفريق انه لا يكون داخل في حسابات الهبوط وانهى موسمه في الترتيب الحادي عشر. من اخر صافره في العام الماضي حتى اول صافره في العام الحالي ايش كان عليها الحال من العمل؟ أه طبعا يا ابو هزاع انت يعني لا يخفى عليك وعلى الجميع وعلى الاخوان المشاهدين انه كان الموسم الاول نادي العين في ضمن أند انديه الدرجه الاولى. طبعا الموسم الاول اكيد انك بتخوض تجارب عديده، بتخوض اشياء يعني معرفيه جديده عليك. احنا بدينا العام الماضي زي ما اسلفت انت كانت البدايه قويه، زاد الطموح عند الناس يعني زاد الطموح عندنا احنا كاشخاص ما عرفنا نتعامل أمانة مع أندية يعني مع دوري الدرجة الأولى ومحتوى دوري الدرجة الأولى دوري الدرجة الأولى يعني لا بد يكون عند المشارك فيه نفس طويل لا بد إنه يتحمل كل الصدمات اللي تجيك في أثناء المشاركة في الموسم دوري الدرجة الأولى دوري صعب يعني إحنا العام ما عرفنا نتعامل أمانة مع مع مجريات الدوري يعني خانتنا الخبرة خانتنا بعض الأمور يعني اللي ما نمشي في الدوري برتم واحد بوضع واحد نتحمل يعني المتغيرات اللي تحصل في الدوري كلها اشياء طبعا سارت لنا في الموسم الماضي يعني بالاجمال انا اعتبر ان مشاركه النادي في الدرجه الاولى العام الماضي انا اعتبرها تجربه ناجحه بصفه انك نادي كاول موسم تشارك في دوري الدرجه الاولى انا اعتبرها مشاركه ناجحه وراضين عنها بنسبه كبيره من الرضا يعني على على الوضع اللي كنا معايشينه طبعا من نهايه الموسم الماضي زي ما قلت انت في بدينا نفكر ان كيف ندخل دوري الدرجه الاولى بعد ما اكتسبنا الخبره في الموسم الاول بدأت الاجتماعات بدأت مع الأخوان رئيس مجلس الإدارة والجهاز وأخواني أعضاء مجلس إدارة النادي للبحث والعمل الآلية السليمة والمقترحة من الجميع أنه يكون النادي إن شاء الله في الموسم الحالي يختلف عن الموسم الماضي في العمل وفي التنظيم طبعا أول الخطوات اللي أنت تعمل لها طبعا التعاقد مع جهاز فني يكون له خبرة له دراية بموضوع دوري الدرجة الأولى تم الاختيار من على الكابتن الحبيب بن رمضان وجهازه المعاون ان يكون مدربا للنادي في الفتره القادمه اللي هي فتره الموسم الحالي اللي احنا فيه طبعا الكابتن الحبيب لا يخفى على الجميع انه من المدربين المتمرسين في دوري الدرجه الاولى له باع طويل له اسم كبير جدا في دوري الدرجه الاولى ساهم في صعود انديه كبيره جدا في دوري الدرجه الاولى له خبره بالفرق الاخرى يعني حاولنا ان نجمع ان المدرب هذا بيكون ايش رجل المرحله لنادي العين في المرحله القادمه بدأنا طبعا البحث عن طريق جلب اللاعبين المميزين اللي يساعدوا نادي العين في العمل والدوري الدرجه الاولى كان البحث يعني بشراكه بلجنه مشكله من من اخي رئيس مجلس الاداره للبحث واختيار العناصر المناسبه للعمل و آه الشغل يعني في الموسم الحالي، آه الحمد لله بدينا آه بدا العمل، بدا الترتيب لمعسكر، بدا الترتيب لعمل التجهيزات القائمه للنادي، اقام النادي طبعا معسكر في آه في آه دوله مصر الشقيقه يمكن مكث حوالي 25 يوم المعسكر، عمل مباريات تجريبيه آه يعني اتضحت الصوره للنادي من جميع الجوانب ومن جميع الاتجاهات، ان النادي ان شاء الله بيدخل دولة الدرجه الاولى بوضع يختلف عن الوضع اللي دخلنا عليه في الموسم الماضي. الحمد لله يعني إلى الآن يعني المشاركة ناجحة والوضع الآن يعني بالحسابات وبالأرقام اللي احنا ماشيين عليها الوضع كويس لكن إجمالا لا زلت أقول إنه بدري على موضوع الصعود يا بدري, بدري بدري يعني العام الماضي الأندية التي بقيت بقيت ب 47 نقطة بالمناسبة ترى يا أبو عبد الله اللي بقوا العام كان 47 نقطة اللي فوق لها اللي هبطوا نعم كان رصيدهم 47 نقطة هاني يعني صحيح تفضل تفضل ابو عبد الله يعني انا ودي ودي اقول لك على معلومه يا ابو هزاع برضه إن انه طبعا في العام الماضي يمكن العشر الفرق الاخيره في الترتيب والعشر الفرق اللي كانت في المقدمه كانت كلها تملك نفس الطموح في الصعود وفي صحيح. الهبوط صحيح. فكانت المنافسه يعني والتقارب النقطي كبير جدا في الموسم الماضي صحيح وبالمناسبه خليني اهدي لك يعني هالنقطه العام الماضي كان في تواصل كريم احد الاخوان في في الباحه عبد العزيز الزهراني فبداية الموسم كانت نتائجكم كويسه قال لي اتصل قال خضير هذا الدوري اللي انت تقول عليه صعب وما ادري ايش وهذا قلت له صبرك في اخر الجولات اتصل قال لو فاز الفريق ما نسميه لو فاز فريق كذا هل نبقى احنا في هذه صعوبه الدوري وانك ما تعرف ايش الحال عليه في 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 منتصفه وفي تقلب نتائجه مسيره لا. نادي العين زميل هاني كيف وجدتها هذا العام في في 23 جوله طبعا الى الان اللي حقق نادي العين من الموسم الماضي يعني صاعد من الدرجة الثانية للدرجة الأولى أنا أشوف أنه هذا شيء كبير وأنا أشوف أنه ممتاز جدا، يعني فريق السنة الماضية بداية الموسم كان تسع او ثمان مباريات كان فايز وكان حديث المنتسبين للوسط الرياضي في الموسم الماضي انه فريق صاعد وكان مكتسح دوري الدرجه الاولى بس زي ما قلت انت الدوري صعب وشفنا الحين لكنهم الاخوان انا اشوف انه اكتسبوا الخبره ورمانه تصدرهم الى الان انا اشوف انه هو الحبيب بالرمضان اللي صعد قبل سنتين مع الفيحة لدوري المحترفين فالرجل خبير ودرب خمسه او سته انديه في دوري الدرجه الاولى فنادي العين انا اشوف انه التكاتف الشرفي والاداري اللي موجود مع المدرب هذا هو السر في ثبات الفريق الى الان في صداره الترتيب. التكاتف الشرفي ما شاء الله تبارك الله تغبطون عليه في في نادي العين وقبل ذلك اهتمام سمو امير المنطقه الامير حسام بن سعود بن عبد العزيز يريحك في, في 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 المنطقه ان يكون الرجل الاول في في منطقتك رجل رياضي و مقدر لاهميه الرياضه ويعلم مدى استفاده المنطقه منها في حال تواجد فريق ضمن انديه الدوري المحترفين سيد سليمان. طبعا سمو امير المنطقه صاحب السمو الملكيه الامير الدكتور حسام بن سعود زي ما اسلفت يا ابو هزاع رجل رياضي ورجل متابع لنادي العين ونتائج نادي العين واكبر دليل انه سمو الامير يعني متابع يعني احنا تعثرنا الموسم هذا في مباراه نادي البكيريه كانت في الباحه فتشوفت يعني التعثر ما كان يعني جاي يعني بطريقه سلبيه وكذا كان الامير استقبلنا يوم المباراه يوم كان كان بعد بعدها وكانت صراحه دفعه معنويه كبيره صحيح. إيه نعم نعم كانت يعني دفعه معنويه كبيره جدا للنادي سمو الامير داعم لنا دعم معنوي ودعم مالي ومتابع لكل مستجدات النادي من هذا المنبر انا اشكر سمو امير المنطقه على دعمه ومتابعته لاعمال النادي وبحول الله بحول الله إن سمو الامير يفرح هو واهالي منطقه الباحه بصعود نادي العين لانديه الممتاز. طبعا برضو يعني اعضاء الشرف لا انساهم يعني الداعمين. في طبعا دعم شرفي كبير جدا من, من يعني هي عائله آل رداد طبعا هي الدعم الاول لنادي العين على راسهم الشيخ غرمله بن رداد والشيخ سعيد برداد رداد والشيخ معيد برداد والشيخ عبدالله بن رداد والشيخ بدر بن الله وطبعا الرئيس الذهبي اللي انا اسميه الرئيس الذهبي الأخي وسندي الكبير الاستاذ مازن برداد هو طبعا المتابع لكل ما يجد في النادي من صغير وكبير طبعا والشيخ سعيد العنقري طبعا هذول الداعمين المباشرين لنا لهذا الموسم امانه ما حسسونا يعني بالضعف او النقص في هذا الموسم كل احتياجات النادي ملباه كل امور النادي ملباه ايضا فيه دعم يعني يكاد يكون غير واضح وغير مستجد يعني بعض الاخوان بعض الاهالي في المناطق اللي النادي يلعب فيها مباريات يكون في استضافه من بعض الاهالي هناك للنادي يكون في استضافه يكون فيها بعض الاحيان يكون في تبرع بمكافاه فوز او كذا فكل في دعم يعني برضه من اخوان يعني ما ودي والله اني اضيع اسماء ناس في الدعم وكذا علشان ما ي لكنه امانه انه فيه التفافه للنادي كبيره جدا وبيحاول الان الالتفافه هذه تسر الجميع ويكون يعني يكون الهدف ممتاز. اللي يسعوا له الناس يتحقق لهم ان شاء الله في اخر الموسم ممتاز طيب عندنا سؤالين نتابع معك في هاشتاق البرنامج استاذ سليمان من الاولى من الكابتن سعود المشعان وهو احد المدربين السعوديين وحضيف في البرنامج تحياتي لك ابو هزاع هاني والاستاذ سليمان والسؤال للاخ سليمان هل هناك مناقشه فنيه للكابتن حبيب فالمستوى الفني غير مطمئن بحسب رايه رغم وجود لاعبين الافضل بالدوري ولهم خبرات وتجارب اغلبهم بدوري المحترفين الجولات القادمه الصعبه واقربها مباراه الطائي القادمه تفضل ابو عبد الله طبعاً, طبعا أكيد يا أبو هزاع ما في مباراة يلعبها النادي إلا يكون في جلسة مع الجهاز الفني ومناقشة لكل اللي يحصل إن كان إيجابي وإن كان سلبي الكابتن الحبيب أمانة من المدربين المتفهمين يعني وليتقبل الرأي والرأي الآخر في هذا الجانب زي ما قلت يعني مباراة الطاية القادمة من صعبة الصعبة جدا يعني أنا صراحة الفرق اللي تقوم بتغيير جهاز فني وتلعب معها أول مباراة يعني لا بد أنك تحسب حساب المباراة هذه لأن بيكون فيها دعم نفسي بيكون فيها دعم معنوي كل الأمور هذه إن شاء الله نحاسبين حسابها والكابتن حبيب يتقبل الرأي والرأي الآخر لازلت أقولها ويسمع يعني من الجهاز أيضا لا أنسى أنه عندنا يعني جهاز إدارة الكرة الموجود المتابع للفريق يقف عليها أخي الكابتن سعد الزهراني يعني لا رجل صاحب خبرة وصاحب دراية لاعب دولي ولاعب يعني سابق يملك من الخبرة والدراية الشيء الكثير للمتابعة وإيصال كل مستجدات الفريق لمجلس إدارة النادي طيب هنا مشجع اسمه عيناوي الشيء الوحيد السلبي هو حضور الجماهير بشكل قليل جدا العين في الطريق إلى الصعود أعتقد أننا نستغل يتحدث عن نفسنا أعتقد أننا نستغل هذه الفترة بزيارة الفريق الأول لمدارس الكليات في الباحة من أجل تحفيز الجماهير للحضور أيضا وتوفير باصات يكون لها نقطة تحرك في أرجاء الباحة مؤكد يقصد وبالمناسبة طبعا مركز الطاولة طبعا هذه واضحه للمشاهد الكريم، مركز الطاولة يقع في محافظه القرى من منطقه الباحه ويبعد يبعد حوالي 32 كيلو متر، من ذلك يمكن هالمشاهد ابو عبد الله يقول انه ممكن نحط باصات نقطه تجمع لنقل الجماهير الى الى الباحه الى العاصمه الاداريه للمنطقه. طبعا هذا الشيء من الاشياء المقترحه والاشياء الجميله انه يكون فيها باصات تنقل الجماهير يعني من عده محافظات المنطقه طبعا المركز الرئيسي للنادي اي عن مركز الاطاوله والنادي نادي العين بالأطاولة وتحرك يعني اصبحت المتابعه للنادي لكل انحاء المنطقه ان يعني كانت من تهامه ان كانت من السراه فكل المنطقه الان صارت تتابع النادي وصارت يعني متابعه لمبارياته وكذا المباراه الاخيره كان الحضور الجماهيري فيها مرضي نوعا ما يعني لانه كان في مبادره من جامعه الباحه ومن مدير جامعه الباحه ومتاملين ان شاء الله ان النتائج الايجابيه تجلب الناس في المباريات القادمه ويكون الحضور افضل وافضل وما يمنع انه فكره الاخ عيناوي بوضع باصات للتحرك من اكثر من محافظه في المنطقه ان شاء الله نضعها في عين الاعتبار وتكون طور التنفيذ ان شاء الله في المباريات القادمه. ممتاز، هاني العين القادسيه الباطن أم. 80% عين في الصدارة يتبادل القادسية والباطن الثاني والفترة السابقة كان القادسية هو الأول ثم العين أتى ثم هذا الباطن هل تتوقع أن هالثلاثة أندية هي اللي ممكن يكون عليها الفوكس والتركيز أكثر فيما يخص مساله السعودية بلا شك مبكره الكلام مبكر علمنا الدوري الاولى مبكر و45 نقطه في, اللعب احد قادم بقوه الكري يسير بثبات النهضه جيد الجبلين من افضل الفرق تلعب الكره على الارض ما الذي تقراه في في, في على الاقل في في وسبع الانديه الاوائل؟ شوف العين والقادسيه والباطن يعني كان في ثبات يعني من من الدور الاول لكن انا اشوف انه الانتقالات الشتويه والتغييرات اللي صارت مثل عندك نادي الجبلين شفنا الدعم الكبير من اعضاء الشرف سلمان المالك عود رضيمان في ضخ مالي كبير صراحه صار للجبلين في الفتره الشتويه انا اشوف الاستقطابات اللي صارت شفناها في المباراتين الأخير النادي الجبلين وكيف تحسن اداء الجبلين انا ممكن ان الجبلين يدخل على الثلاث الاوائل خلال الجولات القادمه صراحه وهذا اللي خلى انا اشوف ان الطائي حاس بالخطر خاصه بعد الهزيمه من المجزل ومباراته بعد القادمه مع الجبلين والديربي الكبير اللي في منطقه حائل، انا اشوف انهم تداركوا الوضع باقاله المدرب مع انه انا اشوف انه ثلاث مدربين في موسم انا اشوف انه هذا خطا اداري اكبر منه خطا فني ولكن انا يبقى الثلاثه الاوائل الان العين والباطن والقادسيه وان كان القادسيه والباطن هم اللي يملكون الخبره الاكبر والاكثر والحظوظ الاكثر في الدوري تساءلت قبل قليل عن آآ آآ طبعا في شان في شان اخر اخر غير غير طبعا عند الصداره فيما يخص دفاع نادي الكوكب في مباراه القادسيه هو يعني قلت انه من المستغرب اثاث أهداف المتتاليه تاتي رغم ذلك طبعا هناك يمكن حتى في في قائد كويس شاكر ارجعي كان كان جيد بالنسبه ل سجل هدفين كان جيد ايضا ما زال جيد بالنسبه لعناصر نادي الكوكب في مختلف مبارياته يعني احنا قلنا كانت ثقه عاليه من دفاع الكوكب يعني دقيقه 90 وانت متقدم انا اشوف انها كانت ثقه عاليه جدا صراحه وهذا اللي افقدهم التركيز الضغط يعني انا اشوف القادسيه كان ما عنده شيء يخسر خلاص اخر دقيقه ودقيقه 90 دفاع الدفاع كبير وهذا ما سبب ارتباك عند دفاع الكوكب وشفنا يعني تنقطع الكوره من اقدام لعيبه الكوكب وتجي مرتده وهدف طيب خلينا نشوف شاكر ارقيعي و من الفعل أيضا من لاعبين آخرين بعد نهاية مباراة الكوكب والقادسية خلنا نقول بعد دقيقة 85 خسارة غير متوقعة أكيد خسارة غير متوقعة شفنا الطريقة اللي قبلنا بها ثلاثة أهداف في ظرف خمسة دقائق طيب. طريقة ضيعنا التركيز بصفة كبيرة أول مرة يصير شيء هذا لازم ما عادش نخطوا ما نضيعوا التركيز في اخر وقت لانه حرام مجهود مباراه كامله دقيقه 85 يعني فايزين الله, الله غالب مبروك القادسيه وهددت بالنسبه لنا وان شاء الله تصلحوا الاخطاء هذه القادمة إن الجولات جميل لما صرنا متاخرين في النتيجه حتى لما كنا متعادلين نلعبوا على ملعبنا اكيد نلعبوا مشان الفوز ما نلعب مشان نتعادل ولا نهزم صعدنا سجلنا الجول الثالث وكنا متقدمين دقيقه 85 اما ضيعنا التركيز اخر دقائق هذه شيء يعني اخطاء للامانه ما تصير في مستوى المدينه بس زي ما قلت نتعلم من وقادم الجوله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لنا هرجك نادي الكوكب قتلنا لنا اخر دقيقه آه الحمد لله آه قدرنا نسجل التعادل في الوقت الضايع ضعفنا المجهود والحمد لله الله اكرمنا بالفوز. بعد الهدف الثالث ايش كانت تعليمات المدرب؟ شاهدنا رده فعل كبيره من المدرب والجهاز الاداري والفني خارج الملعب، ايش كانت التعليمات المطلوبه منكم اللي من خلالها قدرت تسجلون ثلاثة اهداف تقريبا في ست دقائق؟ أه برس على الخصم أه ناخذ الكره الثانيه والحمد لله الله اكرمنا بالفوز، ان شاء الله قادم افضل باذن الله. شكرا للزميل عبد الرحمن العابسي كان في لقاءات مباراة الكوكب والقادسية بالفعل التركيز على ناخذ الكرة الثانية الكرة الثانية نعم وهذا اللي صار شفنا كيف انقطعت الكرة أكثر من مرة بالوقت بدل الضايع وكلها مرتدة وصارت كلها تترجمة أهداف يعني ممتاز طيب الكرة الأولى والمباراة الأولى اللي طبعا احنا عارفين الفترة الشتوية انتهت قبل حوالي سبعة أيام الجولة الماضية كانت هي بعضها طبعا مباريات المرة الأولى للاعبين المنتقلين إلى أنديتهم من خلال الفترة الشتوية وفقهم الله وسجلوا في المباريات الأولى من ضمنهم البرازيلي لويس باولو لاعب نادي الجبلين وهو منتقل من الطائي وسجل على حطين وعبد الكريم المزيعل منتقل الجبلين من النجوم وخالد الجبيع لاعب الشعلة منتقل من الهلال وسجل على الثقبة فرج الغشيان اللي كان طالع معنا قبل اللحظات لاعب نادي القادسية وانتقل من نادي النصر وسجل هدف هام فرج في دقيقة 91 والحقيقة كانت بلا شك هي بطاقة عبور ومحبة من اللاعبين لجماهير أنديتهم ولمدربيهم و طبعا زملائهم ايضا بالثقه بهم وان بامكانهم ان يصنعوا الفارق جزء من الاهداف التي سجلت من خلال اللاعبين الذين لعبوا المباراة الأولى في الجولة الماضية في هذا اللقاء الكرة عند السعيد سالم والراسي الله أنت لست وحدك هداف نعم تمالي هذه اللعبة شوف عبد العزيز شوف المهارة شوف التمريرة وين 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 الله على سالم السعيد الذي أعطى كرة عرضية سالم السعيد الذي لعب كرة عرضية ارتقاء عالي من من آل نعم خالد آل نعم مامادو نظرة تورد يحافظ على كرة ويليام يرسل كرة أمامية طولية هذه فرصة نادي القادسية هذا الرابع أربعة يا قادسية اتربع للوصافة يا القادسية في هذا المساء له التاريخ لازم أن يعود هذه كرة منيف بالخطأ وتكملت في المرمى جول رابع جول رابع لنادي القادسية ومن هذا اللاعب البديل فرج عبد الله مرحبا بكم من جديد معلق المباراة الأخيرة الكوكب والقادسي والزميل العزيز ونوجه كل التحية والتقدير زي محمد النعمي أرسل بشكل خاص يقول أسأل هاني وش ممكن نادي أحد يكون من الاحتمالات الصعود حاضر بالنسبة له هل هو من المتوقع أن يكون حاضرا في الصعود نادي احد من المنافسين هو في المركز الرابع ونادي احد كان الموسم الماضي في دوري المحترفين فهو عنده مكتسبات بلا شك نادي احد من الفرق الكبيره وان كان ما ذكرته فهو سقط سهوا بكل تاكيد ولكن نادي احد يعني مع سعود الحربي يعني كان في اداره محترفه من الموسم الماضي صراحه يقدمون عمل كبير ولكن هبوطهم ما ما يلغي المنجزات اللي يكتسبوها فنادي أحد من الفرق اللي قدمت مستوى كبير في الدور الاول وانا اشوف انه يعني بالمركز الرابع وباقي الان 15 جوله كما ذكرنا ممكن انه يكون يحقق فيها يعني 45 نقطه لسه يعني مبكر, مبكر جدا يعني <applause> طيب باقي دقيقه احنا قبل الفاصل نادي اعطائي تعاقد مع المدرب القدير والعزيز المتمكن من ادواته الفنيه هو المتمكن ايضا في خلقه الكابتن خليل بن حمد المهنا والشهير بالكابتن خليل المصري قبل يومين كنا قد رتبنا اتصالا هاتفيا مع الكابتن خليل لكن خلال الحلقه ارسل معتذرا لانه الحقيقه لاني قدمت لأنه أنا في التمرين قدمت التدريبات عشان الجو البارد بدا يدخل الى حايل فهو اعتذر نتمنى لخليل كل التوفيق وللطائي كل ان شاء الله سداد هل نتوقع زميل هاني ان يتغير الحال بشكل مختصر يتغير الحال الطائي مع خليل بلا شك اكيد انه بيتغير مع خليل خليل يعني ابن من ابناء نادي الطائي ويعرف اصلا الدوري وكان موجود الموسم الماضي مع فريق النجوم انا كنت اتمنى اذا كان في قال المفروض ان خليل جاي بدري عشان يختار يختار م. الادوات اللي هو يبغاها في ف... الفتره الشتويه طبعا المناسبه طبعا الكابتن خليل في 23 من شهر 11 2019 قبل حوالي شهرين كان احد ضيوفنا ثلاثة شهور كان احد ضيوفنا في البرنامج احنا هنا في البرنامج ما نجيب لكم النخبه لانكم انتم النخبه كل النخبه نحضرهم لكم في دوري الاولى الى فاصل ثاني ثم نعود لنستكمل مع حضراتكم النصف ساعه الاخيره من البرنامج مرحبا بكم ايها الاعزاء نبدا نصف ساعه الاخيره بالحالات التحكيميه لمباراه الاسبوع الثالث والعشرين ومعنا ومعكم الضيف الدائم الخبير التحكيمي الدولي السابق كابتن ممدوح المرداسي محمد مساك الله بالخير اهلا وسهلا بك الارض ارضك والميدان لك الله يحييك ابو رحب فيك ومسي على المشاهدين والمشاهدات وحبيبنا هاني والاستاذ سليمان الغامدي وان شاء الله تكون حلقه ان شاء الله مفيده باذن الله للمشاهدين والحكام برضه ان شاء الله باذن الله تفضل الله يسلمك عندنا طبعا اللي هي مباراه اول اول مباراه نبدا فيها اللي هي مباراه العين والباطن الحكم الدولي ماجد الشمراني اخذنا منها ثلاث حالات نشاهد الحاله الاولى وهي مباراه تقريبا الجوله لان هي هي مباراه الاقوى كمين. هنا الان مطالبه العين باحتساب ركله جزاء ونشاهد الان لاعب الباطن هل ارتكب مخالفه او استمرار اللعب لو نشاهد الان لاعب الباطن يعني لم يرتكب اي مخالفه هنا على الكره وبالتالي لم يرتكب اي مخالفه وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من ماجد الشمراني ولا يوجد اي مخالفه في هذه الحاله. نشوف الحاله الثانيه ايضا مطالبه جزائيه لنادي العين ونشوف مدى هل هي ركله جزاء او او قرار حكم صحيح. ايضا هنا لو نلاحظ الان احنا قلناها دائما ركله الجزاء الان ما عاد في تعمد، هناك تكبير جسم، هناك المسافة حتى الآن مين موجودة وبالتالي لو نلاحظ الآن هنا كانت في الصدر واستمرار اللعب كان قرار صحيح أيضا الحكم مساعد كان واضح له زاوية الرؤية لو فيها هناك أي شيء لأنه للأسف دوري الاولى لا يوجد فيه تقنية فيديو وبالتالي كان قرار الحكم صحيح باستمرار اللعب لا يوجد جزائية لنادي العين ناخذ الحالة الأخيرة الآن هنا لاحظ الحكم مساعد هنا هنا الآن احتسب تسلل على نادي العين وبنشوف الان صحه الان رفع هو رفع متاخر بنشوف الان في زاويه هنا الان هذا منهم من المساعدين اي المساعد الثاني المساعد الثاني ما ما ما, ما اذكر لكن لو نلاحظ الان نشوف الان هنا لاعب العين الان هنا على الخط لاعب الباطن شوف الان قدمه يعني بالخلف واحنا دائما بال طالما انه هناك المنتصف. هناك المنتصف اذا خط المنتصف سهل علينا وبالتالي الان لاعب العين واقف على الخط تماما ولاعب الباطن كان راجع في ملعبه وبالتالي يعني لو يمشون الاخوان الان بالتالي هنا الان رفع تسلل ما كان مركز مع ان موقفه كان صحيح دائما حاله هنا الان رفع واضح انه بعد ما شاهد الهجمه وبالتالي هنا الان ممكن تحرم من فريق من فرصه تهدف ناخذ اللي المباراه اللي بعدها الكوكب القادسي عبد الله النحيت ونشوف فيها حالات كثيره هنا الان هنا مطالبه الكوكب بحساب ركله ونشاهد الان الحكم الحكم الان هنا زاويه الرؤيه واضحه امامه وهنا الان نشوف هنا الان هنا الان لما اليد اليد اللاعب الان لو نلاحظ الان طالما ان اليد طلعت من مكانها الطبيعي ايضا هناك في مسافه بعيده كان بامكان اللاعب يعني يعدل وضعه وبالتالي الان حتى اليد هنا الان الان هي جت باليد اللي هنا هنا الان ما في تكبير جسم هنا الان اليد موجوده هنا لو جت باليد الاخرى اللي هي اليمين هنا هنا هناك تكبير الجسم وضع غير طبيعي لكن انا الان احمي صدري او احمي جسمي بالتالي في في نفس الحيز ما في تكبير جسم بالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم ناخذ الحاله اللي بعدها هنا الان الحكم مع انه مسا... هنا الان المفروض يفتح زاويه يروح عبد الله شوي يعني يروح لو يفتح زاويه هنا الان اخذ الخطا هنا الان واضح دفع بنشوف الان بالاعاده هناك دفع من لاعب الكوكب دفع اخذ الكره وكاد يجي منها جزائيه لو نلاحظ الان هنا شوف هنا هنا الدفع هنا الان اور آه شوف مشوه يا اخوان هنا الان هنا الان انت لانك اساسا يجري خلف اللاعبين لو ياخذ يفتح الزاويه زاويه الرؤيه يفتح هناك بالجهه الثانيه واحنا دائما نطالب الحكام انه ما يجري خلف اللاعبين تجري خلف اللاعبين ما راح تشوف هذه هنا الان دفع شوف الان اللاعب قاعد يعني يعترض اللاعبين احنا ننصحهم دائما لا تعترض العب على الصافر. خلاص الحكم ما اعطاك شيء العب على الصافر. الان لنفترض فرضا الان هنا حصل جزائيه صار خطا عكسي وبالتالي يجب ان عبد الله النحيت يكون مركز وبالحالات اللي خصوصا تقع داخل 18 ناخذ الحاله اللي بعدها هنا الان اندر لاعب القادسيه وبنشوف ليش اندر هنا الان لاعب القادسيه الان لاعب القادسيه الان الكره له ولاعب الكوكب هو اللي كان مندفع وهو اللي ارتقى وبالتالي حصل اللي بينهم الاحتكاك هذا لا يعني ما ما كان يستوجب اساسا شوف هنا اذا 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 بتعطي خطا اعطي اعطي لاعب القادسيه فبالتالي للاسف حسب خطا عكسي وأنذر لاعب القادسيه اعتقد انه أنذر هو الاعتراض لكنه يعني انت سببتي هذه هذا الان الخطا عكسي الخطا الان للقادسيه وليس على القادسيه لازم يكون فيه تركيز من الحكام ناخذ الحاله اللي بعدها هنا ركله جزاء القادسيه ونشوف الان هل هي صحيحه ولا لا هنا الان الحكم اذا كان دائما دائما احنا نقول اذا كانت زاويه الرؤيه واضحه له أمامه هنا الآن الحالة الأولى أه الحالة الأولى ما فيها شيء شو الحالة الثانية هنا الآن هنا الآن مهاجمة بإهمال من لاعب الكوكب وبالتالي ركلة جزاء الآن لما تكون أنت قريب زاوية الرؤية أمامك واثق من قرارك ما حد يعترض عليك خلاص أنت تأخذ القرار الصح ولا تعترض عليك مو بالحالة الأولى الحالة الثانية هي اللي هنا هنا الآن هنا الآن الحساب لا مهاجمة بإهمال ولا تستوجب من ولا شيء كان قرار صحيح من عبد الله نأخذ الحالة الأخيرة ركلة جزاء للكوكب ونشوف الآن نشاهد صحتها ونشاهد دائما أنا دائما أقول تابع المدافع ما لك علاقة بالمهاجم شوف الآن المسافة شوف الحكم لما يكون هناك مسافة وزاوية هنا الآن طبعا ما حصل إعثار حصل على الركبة وبالتالي هناك إهمال مهاجمة بإهمال والحكم لما يكون قريب الحكم لما يكون قريب زاوية رؤية واضحة وواثق من قراره هنا الآن لما حصل هنا الآن شوف هنا حصل المهاجمة على الـ على الـ على القدم على الركبة وكانت مهاجمة بإهمال ما تستوجب من دار وكان قرارات صحيحة من عبد الله النحيت. ناخذ المباراة اللي بعدها النهضة والجيل عبد الصمد البكري وناخذ الآن أخذنا منها حالة واحدة وكانت حالة إيجابية لهدف النهضة الثاني. شوف الآن لما الحكم يكون يعطي الفريق الأفضلية يكون واثق هنا الآن حصل هنا خطأ للنهضة. سمح باستمرار اللعب، اعطى ادفانتج الحكم شلون بيشر باليد سواء بيدين الادفانتج باليدين او حتى باليد واحده وبالتالي نتج منها هدف لما لما تعطي القرارات الصح لما تكون انت متمكن لما تكون انت بس هذه ما تجي الحكم يكون لا يكون زاويه رؤيه واضحه امامه هنا الان حصل خطا ومشى اللعبه ادفانتج ونتج منها هدف وهذه ترى على فكره هذه هذه تعطي يعني افضليه للحكم في 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 درجاته من المقيم آه ناخذ المباراه اللي بعدها اللي هي الثقبه والشعله حسنا. محمد الهويش منها حالتين هنا الان حصل تشابك بين اللاعبين، شوف الان الح.. شوف احنا دائما نقول للحكام ننصحهم الان طالما انه صار في تنافس انت اجري خذ بسرعه خذ سبرنت سريع وخليك عند اللاعبين، تمنع احتكاكات انت انت اصلا تحمي اللاعب انه ما يسوي شيء لما تكون قريب عنده واحتكاكات حصل بينهم احتكاكات، شوف الان لاعب شوف الان لاعب الثقبه ولاعب الشعله شوف حصل بينهم نفس يعني سووا نفس الخطا تقريبا والحكم كان قريب منح لاعب الثقبة ولم يمنح لاعب الشعلة طالما أنهم الآن سووا تقريبا نفس الخطأ أنت الآن يا يعني أنك أنت تهديهم يمكن كانوا على أساس أنه ابتدأ بالخطأ لاعب الثقبة ممكن بس أنه هذاك هذاك قاعد يبادل ورد عليه إذا أنت يا أما أنك تهديهم بدون بدون إنذارات أو أنه إذا صار الأمور هذه عشان أنت ما تمنعها تمنع الاحتكاكات تعطي نفس الفريقين حقهم هنا الآن مطالبة ثقبة بجزائية نشوف الآن هنا 94 هنا الآن الدقيقة خلاص هذه بعدها صفر الحكم شوف الآن هنا إذا صار الحكم متمكن وزاوية الرؤية واضحة أمام وكل شيء هنا الآن شوف شوف الآن لو لاحظ لاعب حتى الشعلة يعني كان ما يعني أساسا أنا ما أبغى ألعب كرة انا ما العب كره باليد ما ابغى العبها ما عندي اي نيه عن لعبه الكره فلا يعني كان يبعد عن الكره لا يوجد فيها تكبير جسم لا يوجد نفس حيز الجسم يعني اليد لو موجوده في 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 الجسم لكن بدليل اصلا ما كان فيها تعمد واضحه واستمرار اللعب كان قرار صحيح هنا تقدير الحالات الصحيحه في احتساب ركله الجزاء ناخذ المباراه اللي بعدها وهي مباراه تقريبا الاخيره من عندنا التقدم تقدم الكري خالد الطريس هنا الان اخذنا من حاله واحده وبنشوف ونشاهد الان دائما هنا الحكم شوف الان زاويه الرؤيه امامه واضحه جدا شوف الان هل هي تستوجب طرد؟ هل هي انذار كفايه؟ الحكم لو لاحظ انه من البدايه على طول زاويه الرؤيه واضحه امامه وشاهد لكن هل هل فعلا هذه الحاله تستوجب؟ احنا دائما الاتحاد الدولي شدد على المنطقه اللي هي الابزاز منطقه لانها اغلبها في منطقه يعني خطيره وين في؟ على الركبه هذه منطقة، إذا هنا الحكم يجب أنه يطلع بالقرار فوق ويعطي كرت أحمر لأن هذه المنطقة دي منطقة خطيرة جدا. فأنت الآن هنا لا تسمح باستمرار اللعب بالأمور هذه، أعطى القرار الصح، هنا الآن هذه محاولة إيذاء استخدام قوة مفرطة، يجب طرد لاعب الكيرية لاستخدام القوة المفرطة أو محاولة الإيذاء. تقريبا طيب. هذه طيب. هذه مجمل طيب. يعني مبارياتنا. من طيب. من تختار؟ احنا شفنا الآن كمان عبد الله النحيت عندنا وعندنا اللي هو الماجد الشمراني لان مباراتين بس بما ان المباراه اللي تعتبر الاقوى بين العين وانا اقول اللي هو الشمراني هو هو نجم الجوله ويستاهلون كل حكامنا بشكل عام ما كان في اخطاء مؤثره يعني في اخطاء بسيطه نتمنى ان شاء الله صحيح هذا صحيح صحيح الجوله ولا الحمد ما كان في اخطاء مؤثره لا لا جوله جميله صحيح صراحة, صحيح صراحه نتمنى انهم يستفيدون الحكام والان بالعكس حكام الدوليين موجودين وحكام الدرجوله فيهم حكام صراحه ممتازين يعتبرون بعضهم يمكن افضل من الحكام الدوليين باذن الله وهذا ما نتمنى كل الشكر والتقدير الخبير التحكيمي قناه السعوديه الرياضيه المتابعة لدوري الاولى معنا في البرنامج الكابتن محمد الدرداسي ممدوح المرداسي يعطيك الف عافيه ابو محمد الله يعافيك شك شكرا جزيلا في طبعا اشاد الكابتن ممدوح المرداسي بحكم مباراه الكوكب والقادسيه فيما يخص هذه المباراه ايضا كاريكاتير الاسبوع الزميل فهد بن طلال الخشرمي مهندسنا العزيز يواكب المباراه من خلال الريمونتادا القدساويه. العافيه فهد. <العافية> <العافية> الحين عاد يتصل ابو ساري العزيز دباس الدوسي رئيس نادي الكوكب يقول انتم قصه النادي والله طبعا المباراه كانت جيده من كلا الطرفين كان الكوكب فيها قريبا حتى الدقيقه 90 لكن في ظرف ثلاث دقائق ثلاثه اهداف تجير النتيجه لبني قادس احصائيات البرنامج يتابعها معنا من فريق العمل في البرنامج العزيز والغالي والقدير محمد الحمود يعطيها الفافية أبو حمود وأنا الحقيقة راح يعني لحد إن شاء الله <applause> أنا كل مرة أقول لكم أنه إن شاء الله راح يخرج فريق عمل البرنامج وإدارة البرامج برؤية معينة أنه ننزل بالجداول فيما يخص الإحصائيات وإن شاء الله تكون كذلك على الحلقة القادمة تكون حاضرة معنا لكن على كل لن أتركها سأذكرها مع حضراتكم 24 هذا سجلت في 10 لقاءات انتهت ثمانية منها بالفوز وتعادلين سلبيين ظهرت البطاقة الحمراء كما أسلفنا مرتين احتسبت في هذه الجولة خمس ركلات جزاء اثنتان للكوكب امام القادسيه احرزها تونسي شاكر الرقيعي والثالثه القادسيه امام الكوكب احرزها اللاعب مهدي ال حميدان والرابعه البكيريه امام التقدم احرزها الغيني عثمان باتو والخامسه لجده ضد الانصار اهدرها اللاعب ياسر الفهمي واللي يرتفع عدد الركلات المحتسبه من نهايه احداث الجوله الى 73 ركله منها 58 وحجزت و15 مهدره اقوى الفرق هجوما فريق البكيريه 43 هدف يليه قادسيه ب 40 هدف ثم احد ب 35 هدف يليه الجبلين ب 34 ثم الثقبه ب 33 اقوى الفرق دفاعا هي هو العين ب 15 هدف يليه احد 17 هدف ثم الباطن والشعله 18 هدف فيما لا ضعف دفاعا فريق النجوم 44 هدف اكثر الفرق فوزا العين والقادسية والباطن ب 12 انتصار يليهم احد 11 ثم بكريه والنهضه ب 10 حالات فوز فيما الاقل حتى الان فوزا النجوم بثلاث حالات فوز واكثر الفرق تعادل تعادلا الله ب 11 مباراه ثم العين والخليج بتسعة ثم القادسيه واحد والجبلين الثقب ونجران بثمان الاقل تعادلا فريق التقدم بثلاث حالات اكثر الفرق خساره المدزل والتقدم ب 14 خسارة ثم النجوم والأنصار ب 13 ثم حاطين ب 12 الأقل خسارة هو فريق العين بخسارتين فقط ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى 549 هدف يعني ما في مجال يقال أن الدوري الأولى دفاعي بلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة داخل الأرض خمسة 85 انتصار وعدد الانتصارات خارج الأرض 76 انتصار أجرت حتى الآن 230 مباراة في 23 جولة انتهت 161 بالفوز و 69 تعادل و 46 التعادل طبعا 69 حالة تعادل منها 46 إيجابي و 23 سلبي فيما يخص الهدافين. عثمان باتو لاعب نادي البكيرية غينية الجنسية ب 17 هدف. ستانلي لاعب نادي القادسية في الترتيب الثاني مشاركة مع لاعبين آخرين نيجيري ب 12 هدف مع شيبان تراوري لاعب نادي النهضة من مالي ومع إدواردو لاعب نادي الطائي كل منهم 12 هدف لاعبين اثنين هما كارلو لاعب نادي الجبلين وعبد الله الحضريتي سعودي لاعب نادي القادسية ب 11 هدف مامادو نانجا لاعب نادي الشعلة في الترتيب الرابع بعشرة أهداف أربعة خمسة أربعة لاعبين لهم تسعة أهداف سيد فالدو بريرة لاعب نادي الجيل وترك السفياني سعودي لاعب نادي الثقبة وحسن شرحيلي شرحي سعودي لاعب نادي الباطن وشاكر أرقيعي تونسي شقيق لاعب نادي الكوكب أمير العمراني تونسي ثمانية أهداف من نادي الكوكب في ترتيب السادس الترتيب السادس ويشاطره الترتيب الثامن جاسم الحمدان لاعب نادي الجيل المواليد لاعبي لعيبه المواليد سجلوا 14 هدف حتى الان في المسابقه هو جانب 236 فيما سجل اللاعب المحلي 296 هدف 337 هدف جاءت في الشوط الثاني و210 اهداف في الشوط الاول عدد الاهداف بالنسبه الجولات ككل في طبعا المرتبه الاولى الجوله السادسه كان فيها 34 هدف المرتبة الثانية فيها 31 هدف وجاءت في الجولة الثانية الترتيب الثالث 28 هدف للجولة التاسعة عشر وحتى نأتي إلى الترتيب العاشر وفي 19 هدف وقد سجلت في الجولة الأولى والتاسعة والثالثة عشر عدد البطاقات الحمراء في الجولة الأولى ست ثم انخفض إلى خمس في الثانية ثم إلى أربع في الثالثة ثم ثلاث بطاقات جاءت في الجولة الثانية والسادسة والثامنة والثانية عشر والثانية والعشرون عدد بطاقات حمراء اثنتين جاءت في الجولات الرابعة والخامسة والحادية عشر والثالثة عشر والحادية والعشرين والرابعة والعشرين لدينا الكثير من الأرقام لكن ربما أحيانا قراءة فقط لا تؤدي غرضها ولكن أصحاب الهاتريك أذكركم فيهم بدر خميس لاعب نادي الثقبة وبيتر نوراه لاعب نادي العين واسلام سراج لاعب نادي الشعلة ادواردو لاعب نادي الطائي و الله نادي القادسيه المدربين المتبقين في تدريب انديتهم بدون تغيير ونعمل ان شاء الله ان يستمروا كذلك. الحبيب من رمضان لاعبنا مدرب نادي القادسيه ويوسف المناعي مدرب نادي عفوا الحبيب رمضان مدرب نادي العين ويوسف المناعي لاعب نادي مدرب نادي القادسيه محمد دحمان مدرب نادي البكرية عفوا الغربي مدرب نادي النهضه هو فيليب جوفي مدرب نادي الجبرين والثقبه المنذر العذاري والكوكب المنصف المشارك استاذ سليمان من بقي الحقيقه على مدربه هو من يتميز حتى الان العين في الصداره هو القادسية في ثاني الترتيب وأبكره يؤدي جيدا والنهضة والجبلين والثقبة وإن كانت النتائج لم تساعد الكوكب لكن هم الآن ثباتا سبعة أندية على مدربيها الاستقرار الفني يا ابو هزاع مطلوب يعني لمسيره الفريق وت... وتلبيه متطلباته لأن الجهاز الفني بيكون مسؤول من اول الموسم عن نفس الادوات اللي حضرها للموسم للاعداد للمباريات الكذا فمن افضل الطرق يعني في يعني تكون ايقالات المدربين تكون يعني كاخر الحلول لسوء النتائج او كذا انا اشوف انه الاستقرار الفني للمدربين من العوامل الناجحه ومن العوامل المساعده لاستمرار الفريق على رتم واحد من بدايه الموسم لاخر الموسم. العام الماضي كنت انتم من الانديه التي غيرت الجهاز الفني والعام الحالي استقرار اي نعم العام الماضي غيرنا يمكن تقريبا قبل الفتره الشتويه صحيح. غيرنا المدرب اللي كان عندنا اول بمدرب ثاني كرواتي صحيح وذهب الى الخليج واستمر ولم استمر معه ثم انتهى الارتباط به مهم الاستقرار بالنسبه للانديه مهم ايضا اختيارك بالطبع. يكون يكون على ماذا زميل هاني انت كمجلس اداره هل والله المدرب العام الحالي احنا ما راح نبحث عن صعود راح نبحث عن تهيئه عناصر جيده سواء محليه وحتى غير السعوديه وتتعاقد معها على مدى عامين ثم نبحث العام التالي ام 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 ما هي الخيارات هدف مجلس الاداره يعني شفنا الان الحين سبع انديه بقت المدرب، ست انديه من هذه السبعه جميعهم مدربينها من تونس، مدرب واحد اللي هو مدرب نادي الجبلين هو البرتغالي، طبعا انت عندك الفتره الشتويه يا ابو هزاع ترجع للمدرب وتشوف انت الخيارات اللي كانت موجوده عندك، ايش اللي نحتاجه وايش ندعم الفريق فيه في الفتره الشتويه، لاحظنا مثلا نادي الجبلين يعني التوقيعات اللي صارت بعض اللعيبه على سنه ونص وزي ما قلت انت ابو هزاع هدفهم واضح انه مو للسنه هذه بس هدفهم واضح انه للسنه القادمه فالخطط انه اذا كانت طويله المدى والمدرب هو اللي يضع لك هذه الخطط معناته انه في استمراريه لهذا المدرب انه في افكار احنا واضعينها قصيره المدى وفي افكار بعيده المدى فعندما توقع مع لاعب انت على سنه ونص في فتره شتويه فواضح انك انت تستهدف الموسم القادم ما الموسم هذا ممتاز التنويه عن مباراه الاسبوع الرابع والعشرين سنجد انها ستلعب باذن الله على مدى يومين الثلاثاء والاربعاء القادمين خمس مباريات لكل يوم في مباريات يوم الثلاثاء الشعله واحد في الخرج الباطن والجبلين لقاء قمه في حفر الباطن التقدم والكوكب في عنيزه الخليج والثقبه في سيهات حطين ونجوم في جزان مباريات يوم الاربعاء القادسيه والنهضه أيضا ديربي أه أه للمنطقة الشرقية هو ديربي جوار القادسية من من الخبر والنهضة من الدمام لكن هو لقاء جوار بلا شك سيلعبان في الخبر الجيل ومجزل في الأحساء البكيرية والأنصار في البكيرية نجران وجدة في نجران الطائي والعين في حائل سليمان قلت انت قبل شوي انه والله من اهم مباريات المباراة القادمه مباراة الطائي في حائل في ظل طبعا محاولة الطائي يبدو لي الخروج من النتائج المتراجعة هو جهاز فني جديد ومن من الاساس الطائي رغم حتى لو تراجعت نتائجه يبقى الطائي هو الطائي صاحب الاسم الكبير طبعا الطائب وهزاع فريق كبير واسم كبير في ضمن انديه المملكه اجمالا وليس انديه الدرجه الاولى طبعا مباراتهم القادمه تغيير جهاز فني جهاز اداري جديد لا بد يحسب لها حساب كبير يعني يمكن بعض بعض المباريات يعني كان نادي الطائي من الانديه القويه جدا حتى في في خضم تغيير المدربين ما كان النادي يعني بالنادي يعني وصل لمرحله السوء، نادي كبير جدا ومتوقع عوده نادي الطائي في اي وقت انه يعني يعود ويكون باسم الطائي وتكون مبارياتها يعني قويه وايضا برضه المباراه القادمه على ملعب نادي الطائي وبرضه هذه من الاشياء اللي لابد ان نحسب حسابها ان شاء الله تكون مباراه جيد الفريقين ويتحقق منها الهدف بحول الله. هاني الشعلة واحد في الخرج. زي ما قلنا يعني الشعلة على ارضه بمركز التاسع يقابل احد على المركز الرابع احد يطمح طبعا الفرق بسيط بينه وبين القادسية والباطن فيطمح انه يلحق بالصدارة. القمة الجولة الباطن والجبلين. الباطن طبعا يعني فريق كبير ونازل من دوري المحترفين الجبلين انا انه فنيا الفتره الحاليه منتشي جدا صراحه بعد المستويات الكبيره اللي مقدمها وخاصه مع المدرب في الثبات يعني هو بس الدور الاول الحظ كان ما يساعده في بعض النتائج ولكن كمستوى فني كان يقدم مستوى فني كبير وانت كما ذكرت انه يقدم افضل كوره على ارض الملعب الجبلين نحقق الانتصار فهو انا اشوف انه يذهب بعيدا صراحه في دوري الدرجه الدر... الثانيه ممتاز الدرجه الاولى في الدور الثاني ممتاز في ترى في هاشتاج البرنامج واحد اسمه وضاح يقرا لك تحيه ويقول انه حبيب الجبلاويين وانت قريب طبعا المتابعه بحكم اساسا الزميل هاني هو من حائل العزيزه ومتابع لشؤون الانديه هناك التقدم والكوكب بشكل سريع في عنيزه ويزن التقدم والكوكب طبعا 17 مركز 17 التقدم والكوكب في المركز الخامس عشر يعني كل فريق يحاول انه يكسب الثلاث نقاط انه يصل لمنطقه الامان القادسيه هو النهضه ما راح اقدر امر على كل المباريات ما باقي كثير القادسيه والنهضه طبعا نذكر احنا الدور الاول الاحتجاج اللي اللي صار فهذه يعني وهي بمناسبه بدايه تراجع نتائج القادسيه <applause> سبحان الله من تلك المباراه فهذا اللي يعني هذه المباراه هذه على ذكرى الدور الاول انا اشوفها هل تخش تخشى شيئا على العين فيما تبقى من مباريات استاد ما الذي تخشاه على فريقك؟ والله احنا يعني احنا ترتيبنا اسبوعي يعني كل مباراه نلعبها التفكير لها من اول الاسبوع لنهايه الاسبوع احنا نفكر في نفس المباراه اللي احنا بنلعبها. يعني لا بدنا نحسب حساب لكل النتائج لا بدنا نحسب حساب للمرحلة القادمة لا بدنا نكون مهيئين نفوسنا لكل الظروف اللي بتكون الدوري زي ما قلت يا أبو هزاع باقي في 25 نقطة فيها المباريات اللي بتكسبها في المباريات اللي بتتعادل فيها في المباريات اللي بتخسر فيها لا بدنا نكون مهيئين نفوسنا للموضوع هذا والأمر هذا في سبيل أنه تمشي العجلة كما كانت حتى لو حصل قدر الله تعطل الفريق تعثر أو كذا يرجع الفريق ان شاء الله من سريع ويكون من ضمن الانديه المنافسه والانديه اللي ترغب في الصعود لانديه الممتاز. كل الشكر والتقدير لك استاذ سليمان الغامدي نائب رئيس مجلس اداره نادي العين قد كنت معنا بالربط الفضائي من جدا نتمنى لكم كل توفيق ما تقدمونه الحقيقه يقدر من جهد ان, ان توفق النادي وصعد فهذا بلا شك هي امالكم وان لم يتوفق فالعمل يشهد الحقيقه بما قدمتموه شكرا جزيلا ابو عبد الله. آه شكرا لك ابو هزاع على الاستضافه شكرا لضيفك الاخ هاني شكرا للكابتن ممدوح المرداسي ختاما يعني انا لا يسعني في هذه اللحظه اني اشكر بعض الادارات الحكوميه اللي ساهمت مع نادي العين في في العمل خلال الموسم امانه منطقه الباحه شرطه المنطقه جامعه الباحه اداره التعليم وبعض الادارات الاخرى اللي كان لها مساهمات واضحه مع نادي العين في مشاركه هذا الموسم في دوري أندية الدرجة الأولى يستهلم كل شكر وما يقدم للمجتمع الله يحفظك يستاهل الثناء هاني الله يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا ابو يزن بالعكس لي الشرف ابو هزاع ان يكون في حلقه متواجد فيها أغلقك. ابو هزاع ودوري الدرجه الاولى اتمنى بس من الهيئه العامه للرياضه دعم الانديه العشرين صراحه دوري مثير دوري لو تسلط عليه الاضواء بشكل كبير انت قبل شوي تقرا ابو هزاع الارقام في ارقام كبيره ودوري جداً هجومي جدا بلا شك <applause> ويسحق كل اهتمام هذا الدوري العزيز والغالي شكرا لما قدم جهدا لنا في البرنامج من اداره القنوات السعوديه الرياضيه في اداره البرامج أستاذ سعد العريم فريق عملنا المتميز عبد العزيز الناجي صالح المرشد عبد الرحمن الناصر ومخرجنا سعد العرفج وفريق الفني شكرا جزيلا لهم كل الشكر لكم ايها الاحبه على كريم المتابعه نقول لكم دائما وابدا حفظ الله الوطن وقيادته من كل سوء ومكروه